لطالما قلل من قدرة الفيسبوك في التأثير على الأحداث. كنت عايز أعرف وجهة نظر حضرتك في النقطة دي، وهل ممكن ومين الشخص المرشح إن أنت تتناقش معاه، سواء من الإخوان أو من الأحزاب أو اللي هم الجماعات الفيسبوك زي 6 إبريل أو كفاية أو أو. شكرا. برد أنت بقى علينا. برد حسين. لكن إثبات سوء التقدير جاء سريعا، فقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا تنظيميا أساسيا في إسقاط حكم رئيس أكبر دولة عربية مصر. بدأ الأمر على هذه الصفحة تحديدا، صفحة كلنا خالد سعيد، عندما دعا الناشطون من خلالها إلى التظاهرات ونظموا أنفسهم من خلالها أيضا. تجاوب مع الدعوة حين ذاك أكثر من 50,000 شخص في بضعة أيام، وهو ما عكس حالة من الغضب الشعبي. أما اليوم فيبلغ عدد المسجلين بها أكثر من 1,800,000 عضو. وخلال الشهر الذي قامت فيه الثورة في مصر تم إنشاء قرابة 32,000 مجموعة و14,000 صفحة على الفيسبوك، كلها لها علاقة بالثورة، منها حتى ما كان يناقش مواضيع جانبية على هامش الثورة كصفحة الراجل اللي وراء عمر سليمان، ليصبح هذا الرجل أحد أشهر الشخصيات المصرية. الفيسبوك أثبت أهميته وفعاليته لدرجة دفعت الحكومة الجديدة والمجلس العسكري لفتح صفحات خاصة بهما للتواصل مع الناس. أما تويتر فكان بمثابة أداة تنظيمية وأسرع وسيلة لنقل التعليمات والأخبار بين المتظاهرين. وقد أعلنت تويتر في نهاية العام 2011 أن العنوان أو ما يعرف بالهاشتاج إيجيبت كان الأكثر استخداماً طوال العام، وفي المرتبة الثامنة جاء هاشتاج 25 يناير الذي يقول خبراء إنه تجاوز حاجز 5 ملايين رسالة. نشاط المتظاهرين على فيسبوك وتويتر لم يمر مرور الكرام، فقامت الحكومة المصرية بحجب الفيسبوك وبعده تويتر، ومن ثم تعطيل الإنترنت بالكامل في 28 يناير. لكن المتظاهرين وجدوا حلولاً للاستمرار والوصول إلى غايتهم، وكان لهم ما أرادوا. سارة الدندراوي، العربية.